السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، طلبة أولى إعدادي. معكم الآن مس هند ربيع على قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله هنحل على الدرسين Lessons 1 and 2 on Unit 3 في الوحدة الثالثة Different People، ناس مختلفون. بإذن الله النهاردة إحنا هنحل على الدرسين الأول والتاني. أول درسين في الوحدة اللي هي الثالثة اللي هي Different People هنحل عليها بإذن الله، مش هناخد يعني وقت طويل، هنحل اللي هو الاكسرسايز الخفيفة عليها ديت. قبل ما نبدأ ونسلم الله وتوكل على الله، لو انت أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة، لو انت متابعني فشارك القناة كلها شارك القناة على كل دفعتك واصحابك. بتمنى لكم عام موفق بإذن الله ودمتم بخير، وسم الله وتوكل على الله. يلا نبدأ نحل مع بعض. اكسرسايز اون فوكابلري، تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي ار دي. طبعا احنا بنحل الاكسرسايز ده بنشتغل من كتاب المعاصر. الاكسرسايز ده على الفوكاب الاول، وبعد كده هنجيب الاكسرسايز بتاع الستركتشر اند جرامر. فتعالى كده نحل. اول حاجه بيجيب لي شويه جمل كده على الكي فوكاب، الكلمات الاساسيه والرئيسيه اللي انا باكد على حفظها مع كل الطلبه. نمبر 1 معايا بيقول لي people who enjoy watching their favorite team in the stadium are called. الناس اللي بتحب ان هي تشاهد الفافوريت تيم او الفيفوريت تيم اللي هو الفريق المفضل بالنسبه لها in the stadium، في الاستاديوم او في الاستاد، الناس دي بنسميها ايه؟ بنسميها فانز ولا فيجز ولا فانز ولا بانز. خلي بالك الطالب لو مش مركز هيتلخبط هنا. انا طبعا عندي كلمة فانز اللي هي مشجعين ومعجبين، كلمة فانز او فلورز مشجعين او متابعين او معجبين، يبقى هي بتساوي كلمة، هي كلمة فانز، وكلمة فانز لها كلمة تانية اسمها فلورز بتساويها. نمبر 2 معايا بيقول لي منى هاز اي هير اتس نوت ستريت. عايز اقول ان البنت دي عندها شعر بيكون ايه، هو مش ستريت، هو مش مساوي، او هو مثلا مش مفرود، فبالتالي هيكون البنت دي عندها ايه، عندها شعر كيرلي. كيرلي يعني ايه؟ مجعد. ما انت عندك كلمة كيرلي عكسها ستريت، يبقى ستريت مساوي او مفرود، لكن كيرلي مجعد. طبعا لا لونج ولا شورت ولا ينفع بلوند. كمل معايا هنا بيقول لي ايه تاني. نمبر 3 معايا بيقول لي the hair is growing over the man's mouth called. الشعر اللي بينمو على الفم او على الشفاه بتاعت الرجل دي بنسميها ايه؟ هل هي features ولا mouth ولا mustache ولا beard؟ طبعا هو يبقى المستاش او الماوستاش اللي هو الايه، اللي الشنب بتاع الرجل هو اللي بينمو على الماوس. نمبر 4 معايا بيقول لي the hair that grows on mouth checks. الشعر بينمو في خدود الرجل. and chin is called بنسميه ايه؟ هل هو بريد ولا بيرد ولا بيرد ولا برايد؟ خلي بالك الكلمات نطقها قريب من بعض والحروف قريبه من بعضها، بحيث ان هو عايز ايه، عايز يلخبطك او يلبخك انك تختار اجابه غلط، فانت تكون مركز. طبعا هقول له ان الشعر اللي بينمو على التشيكس الخدود ده هو بيرد اللي هي ايه، اللي هي اللحيه او الدقن. البيرد اللحيه او الدقن. نمبر 5 معايا بيقول لي my sister likes her hair to be its bright light brown color. اختي بتحب ان يكون شعرها يكون ايه، هي it's very شعرها light brown، شعرها ايه light brown يعني بني فاتح كده. طبعا هي عايزاه تكون ايه، عايزاه تكون بلوند. بلايند يعني اعمى، وجري ودارك، دارك يعني مظلم، وجري يعني رصاصي. لا هي عايزاه يكون ايه، عايزاه يكون بلوند. طالما هو قالك ان it's very light brown يبقى لون منفتح قوي، يبقى هي عايزاه بلوند يعني ايه، عايزه لون شعرها يكون اشقر. طيب she is wearing، هي بترتدي ايه around her neck حوالين راسها بتاعتها. هتشتري هترتدي ايه، ساق اللي هي الجوارب او الشرابات، ولا سكارف دريس، ولا تشيرت. طبعا هي تلبس سكارف اللي هي ايه، اللي هي كوفي. بعد كده هيجيب لي بقى الجمل الخاصه بستودنت بوك وورك بوك وبريفيوس اكزامز والامتحانات السابقه. دايما اقول للطالب الجمل ديت يعني حاول بقدر الامكان انك تركز عليها، يعني ظبط الجمل دي لانها جمل موضع امتحان. فتعالى كده نشوف مع بعض الجمل اللي هنا هيكون نظامها ايه. بيقول لي هنا نمبر 7 جملة جاية في الورك بوك، في كتاب الورك بوك، وجاية في مجمع الشرقية. The queen of England، الملكة بتاعت انجلترا، is very a، بتكون ايه، so او she has got many houses، عندها بيوت كتير. هل الملكة ده هتكون ايه بقى،
طالما هي عندها بيوت كتير، هل ان هي هتكون بور فقيرة اغلي اللي هي مثلا قذرة او قبيحة، ولا سترونج قوية ولا ريتش غنية؟ طالما عندها ماني هاوسز بيوت كتير وفيلل وكلام من ده، يبقى الكوين دي مالها؟ هتبقى ريتش. الجملة اللي بعدها، وي بلاي، احنا لعبنا ايه؟ باي كيكينج ذا بول. عايزة اقول ان احنا لعبنا فوتبول عن طريق ان احنا كنا بنشوط لبعض الكره، يبقى احنا لعبنا ايه؟ فوتبول. لكن هورس رايدنج، باسكت بول، وتنس، الثلاثه دول ما ينفعوش معايا. انا عندي هورس رايدنج دي يا شباب معناها ركوب الخيل، فركوب الخيل هشوط بقى الكره طبعا، لا، وباسكت بول لا، وتنس لا. جمله رقم 9 جايه معايا برضو في كتاب الورك بوك، بيقول لك محمد صلاح طبعا عارفينه، از فيري فيموس، مشهور جدا، سو عشان كده هي كانت هاف ان اي لايف، مفروض ما يكونش عنده حياة ايه. خلي بالك ان الجملة بيقولك he can't، he can't، يبقى المفروض ما يكونش حياته ايه، يبقى اكيد حياته مش هتبقى نورمال طبيعية، لكن unusual ما تكونش غير معتادة، يعني ده معناه اني هتكون معتادة. can't strange ما تكونش غريبة، can't busy ما تكونش مشغولة، لا، حياته المفروض هتكون مشغولة busy، وحياته هتكون unusual غير معتادة، وفيها غرابة وفيها مواقف كتيرة جديدة، مش حياته مش حاجة معتادة يعني. فبالتالي طالما هو جاب لي هنا كلمة كانت، مش المفروض ان هي تكون ايه، مش المفروض ان هي تكون نورمال طبيعي. نمبر 10 معايا بيقول لي my grandma sometimes gives me presents she is a، عايز اقول لك ان جدتي احيانا بتعطيني هدايا. عايز اقول ان هي شخصية ايه؟ تعال نشوف الاختيارات. unfriendly، خير ودودة طبعا لا، طبور فقيرة لا، طب friendly، ايوه تمام هي دي، سترونج قوية لا، يبقى انا هقول هنا فريندلي، محبوبة وطيبة وايه وصدوقة مثلا. نمبر 11 معايا في كتاب الورك بوك، a baby bear is very eight can't fly for many days. عايز اقول ان الطفل اللي بيكون مولود كبيرد، كطائر يعني، الطائر الصغير اللي مولود بيكون very eight. الجملة اللي جاية بعدها هي اللي توضح انا هختار اي صفة. it can't fly for many days، بيقعد كده ايام ما بيقدرش يطير، فبالتالي البيبي بيرد ده هيكون ويك، ضعيف، بور فقير، اجلي، قبح، وبات سيء طبعا هيكون ويك. وطبعا كلمة ويك برضو جاينا في كلمات الواحد امتحان مجمع بني سويف. رقم 12 محمد صلاح ان ايجيبشن ستار هي از فيري فيموس، مشهور جدا. خلي بالك جاب لك هنا كلمة ستار، ستار يعني ايه؟ نجم. فانا عايز اقول هو نجم رياضي او نجم رياضه، ينفع اقول سبورت ستار على طول؟ لا، سبورتي ستار لا، سبورت ابوستروف ستار عايز اقول هو نجم رياضه، يعني كلمه ستار ديت او كلمه رياضي مشهور، فكلمه سبورت ابوستروف اس الملكيه، وايه هو الشيء المملوك بقى؟ هي كلمه سبورت، ومين اللي هيبقى مشهور؟ هو الستار، النجم. وطبعا كلمه سبورت ستار ما تنفعش، يبقى هي ابوستروف اس ستار. كمل معايا في تدريبات المعاصر. اول جمله معايا بيقول لي واتس يور باور فوتبول ايه، فرد وقال على طول ليفربول، فبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى واتس يور فافورت لانجويج ولا كولر ولا سبجكت ولا تيم؟ طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى تيم، ايه فريقك المفضل؟ رد عليه وقال له ليفربول. كمل معايا نمبر 14 ماي ماذر كانت سي ويل، الام مش بتشوف كويس، she needs to wear، هي محتاجه ان هي ترتدي ايه؟ طبعا هترتدي glasses اللي هي النظارات، هترتدي glasses النظارات. نمبر 15 معايا هنا بيقول لي people around the world have different ways they don't look like each other. عايز اقول ان الناس حوالين العالم لهم ايه مختلفه، هما مش بيشبهوا بعض، فهيبقى لهم احلام دريمز، يعني different dreams احلام مختلفه لا، features ملامح وصفات وسمات ممكن، subjects مواد، balls كرات لا، يبقى الناس حوالين العالم هيبقى عندهم different features ملامح مختلفه. language nouns expressions prepositions، محمد صلاح is quite الى حد ما short، عايز اقول a footballer، فهيبقى short for quite، short for قصير، بدرجه الى حد ما ان هو يكون footballer لاعب كره قدم. نمبر 17 معايا بيقول لي what does your brother a like، احنا لسه واخدينها فوق، هي look like يشبه، يبقى بالتالي اخوك بيشبه ايه؟ هقول ان هو got short curly hair، شعر كيرلي وقصير. خلاص كنا الفيديو اللي فات هسيبه لك في لينك او هسيبه لك اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ده.
اخذنا فيه language اللي هي have و has و got، لديه وعنده وامرك وهكذا، وتعبير عن جملة مثبتة وخبرية. كل الكلام ده مشروح في الفيديو او في الحلقة اللي قبل ده. تعالى نحل احنا مع بعض على طول. خد نفس عميق كده يلا، ويلا نحل على exercise on language. قلت تبقى مراجع، يعني مراجع كده عليها وحل الاسئلة ديت، وان انت قاعد قدام الوقت مستعد للحل والتصحيح. هنشوف شو the correct answer from A, B, C, R, D. الجمل اللي جاي دي جمل الطالب، كتاب الطالب والكتاب الحل بتاعه وامتحانات سابقة. محمد صلاح A score a lot of goals. He is very fast. عايز اقول ان محمد صلاح ده هل ان انا هقول كان يستطيع انه يحرز اهداف، ولا اقول must يجب عليه وضروري، ولا mustn't، ولا has؟ لا، انا عايزة الجملة هنا جملة مقدرة، هو يستطيع، عنده ability، القدرة. يبقى كده محمد صلاح ايه؟ كان سكور، يقدر يحرز ايه؟ يقدر يحرز العديد من الاهداف. نمبر 2 معايا او نمبر 2 بيقول لي اميرة ايه got a car، بتمتلك سيارة. she walks to work، بتمشي للعمل. طيب هي دلوقتي اميرة ما عندهاش عربية، هي بتمشي عشان تروح. فاميرة has، لا انا عايزة اقول نفي. طب have، لا انا عايزة اقول نفي. طب لما هي اميرة تاخد haven't ولا hasn't؟ طبعا عشان هي مفرد، فبالتالي هتاخد hasn't، ما تاخدش have. I a got short curly hair، انا عايز اقول ان انا بمتلك، انا عندي. فا I هتاخد have اللي هي apostrophe في اي، ولا am، ولا is، ولا will. انا عايز اقول لك ان انا عايز هنا verb to have بمعنى يمتلك وعنده، فبالتالي I automatic هتاخد ايه؟ هتاخد have. يبقى I have got short curly hair. نمبر 4 معايا بيقول لي she a got blonde hair، وعندها شعر اشقر. ف she بتاخد ايه؟ قال لي she بتاخد has، يبقى اوتوماتيك كده تروح تختار لي has. هل ان هي تاخد have؟ لا. طب having؟ طب is having؟ لا، ما خدناش الكلام ده كله. الجمله نمبر 5 جت في محافظه ان 2020، بيقول لي my father has a smartphone، عايز اقول ان الاب عنده او بيمتلك smartphone. يبقى my father، ان عندي has اللي بيجي بعد has ايه؟ got. تمام، يبقى my father has got a smartphone. بعد كده تدريبات المعاصر بيقول لي ايه they got any pencil. خلي بالك انت عندك got بيمتلك اللي هي have او has got، فبالتالي انت عندك زي، فزي هتاخد have ولا has؟ لا هتاخد have. يبقى ايه يا شباب؟ يبقى have got. اللي بعدها نمبر 7 بيقول لي ايه has got a new laptop. has دي مين اللي بياخدها؟ مين اللي بيجي مع has؟ ضمير الفاعل ايه؟ زي I she we. لا طبعا هي ايه؟ ضمير الفاعل she. كمل معايا نمبر 8 معايا بيقول لي we a any bikes، احنا خلي بالك عندك كلمة any، فركز معايا اوي. تعالى كده نحلها بالراحة مع بعض. وي ايه اني بايكس؟ كلمه اني ديت بتيجي فين؟ قال لي بتيجي في الجمله المنفيه فقط. فهاف جوت تنفع؟ لا. طب هاز جوت تنفع؟ لا. طب انت عايز جمله منفيه صح؟ اه. طيب ضمير الفعل عندك ايه؟ عندي وي. طب الوي دي كانت بتاخد هاف ولا هاز؟ بتاخد هاف. يبقى بالتالي وي هتيجي تاخد هافنت جوت على بعضها. هقوم قايله وي هافنت جوت اني بايكس، احنا ما عندناش اي درجات. طب نمبر 9 معايا بيقول لي has he got an umbrella، هل هي عندها umbrella؟ طبعا هتبقى no he ايه؟ تعالوا هنشوف مع بعض. مش هو سائل هنا بهاز يا شباب؟ اه. فانا لما هاجي هنفي، هجيب اللي انا سائله بيه اللي هو هل ده، يبقى no he hasn't. ينفع هي مع haven't؟ لا. طب don't have؟ طب wasn't؟ لا، انا بتكلم في الverb to have عنده هو يمتلك. نمبر 10 معايا بيقول لي ايه رحمه and you، خلي بالك انت عندك رحمه ويو مش رحمه بس، يعني انت عندك هنا اكتر من شخص، يبقى جمع. طب اللي بيجي مع جمع هاف ولا هاز؟ طبعا بيجي مع هاف، يبقى انا اوتوماتيك اروح اختار ايه؟ اروح اختار هاف. تعالى كده نشوف read and correct the underlined words. تعالى كده نصحح الكلمات دي. has she got glasses، هل هي عندها نظارات؟ فهنا بيقولوا yes she hasn't. طب انت مجاوب بالاثبات اه، امال نافي ليه بقى الفعل المساعد؟ يبقى المفروض هقول ايه مس؟ المفروض انا هقول yes she has بس وخلاص. yes she has. طيب تعالى على اللي بعدها نمبر 2 برضو كتاب الطالب. هاف سمير داد جوت ا بيرد، هل والد سمير عنده لحية او عنده دقن؟ طيب انت جايب هاف هنا ليه؟ مش انت عندك سمير داد، يعني اللي هو ابو سمير او البابا لسمير؟ اه.
طب ده مفرط، انت ليه جايب بقى هاف جمع؟ لا امال هتعوز ايه يا مس؟ اوتوماتيك هتعوز ايه يا شباب؟ هتعوز هاز. نمبر 3 معايا، we can't give money to help people poor people. we can't، مش المفروض ان احنا ندي فلوس عشان نساعد ال poor people. طب هي هينفع يعني بذمتك كده هينفع نقول we can't؟ لا، امال هنقول ايه؟ هنقول we can، احنا نستطيع ان احنا ندي اموال للفقراء عشان يعيشوا بيها. we has، طب حتى حتى مش منطوقة صح. we has، هي we بيجي معاها has؟ لا، امال بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها have. خلي بالك، مراجعة سريعة كده، ال I وال we وال you ازاي بياخدوا have او have got والمصدر، ولكن ال he وال she وال it بياخدوا has او has got والمصدر. فهنا بيقول لي ايه؟ we have got on a plan an apple tree in the garden. يبقى we ما تاخدش has، تاخد have. اللي بعدها she have، بنفس الكلام، ما ينفعش she تاخد have، ولكن she بتاخد ايه؟ she بتاخد has، ما احنا لسه مراجعين عليها. طيب كتاب المعاصر بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان my sister hasn't get a pen. خلي بالك، يا ما كانتش hasn't get، لا هي كانت hasn't got، has او have ومعها ايه يا شباب؟ ومعها got. طيب زي has got pencils، زي تاخد has؟ لا طبعا تاخدش has، امال تاخد ايه؟ تاخد have يا مس. he lives in England، هل هو بيعيش في انجلترا؟ he can't speak English well. لا، طالما هو بيعيش في انجلترا يبقى اكيد ان هو ايه؟ اكيد ان هو he can، هيستطيع ان هو ايه؟ هيستطيع ان هو يقرأ انجلش. طيب بعد كده احنا هاخدك بقى ونروح ننتهي، طبعا ده الجزء الخاص بالكورنر رايتنج او الكورنر سكيلز. تعالى بقى هاخدك ونروح على جنرال اكسرسايز بتاع الاختبار الاول، او جنرال اكسرسايز الامتحان الاول على ليسونز 1 و 2. السؤال الاولاني ده listen and choose the correct answer. المدرس بيقرأ عليك كام جملة كده وانت بتختار منهم، بتبدا تسمعه، هو جايبها عن دعاء الغباشي اهو، بتبدا تسمعه بعد كده انت بايه؟ بتختار الاختيارات الصح. تعال نشوف complete the following. ده السؤال رقم 2. خلي بالك ان لو عندك اي دايلوج لازم تقراه كله الاول. اقرا الدايلوج كله الاول وبعد كده ابدا اجاوب. فكريم اسكس ياسر، كريم بيسال عن ياسر about his favorite sports star، عن نجمه الرياضي المفضل. تاني كده، كريم اسكس ياسر، كريم بيسال ياسر about his favorite، عن his favorite sports star، عن نجوم او النجم الرياضي او النجم الرياضي اللي هو بيحب. فالواد كريم بيقول له what's your favorite sports star، مين بقى اللاعب الرياضي المفضل، مين اللاعب الرياضي المفضل لك؟ فالولد بيقول له ايه؟ بيقول له محمد صلاح. طب كويس، محمد صلاح كويس. طيب بعدها بيقول له ايه؟ he plays Egypt، he plays Egypt. طيب انا عايز اقول هو بيلعب لدى، احنا اخدناه في الاكسبريشنز play for، يلعب لدى، يعني هنا هعوز حرف جر اسمه for، فهقول ان he plays for، بيلعب لدى Egypt. تكمل معاي. نمبر 2 يقول له ايه sport does محمد صلاح play، فرد عليه، ما ينفعش اجاوب ورد لما اكمل. how does he help people، how هو بيساعد الناس، فقال he ايه؟ money، اموال، to build schools and hospitals in Egypt، هل هو بيعمل ايه؟ بيدي اموال. does he ايه؟ a normal life، هل هو عنده طبعا حياة normal طبيعية، فنقول no he doesn't. why ليه؟ because he famous and has out of funds. تعال بقى نجيبها من الاول تاني ونشوف الاختيارات. what's your favorite sports star، قال my favorite sports star محمد صلاح، he plays، هو بيلعب for Egypt، بيلعب عند مصر. فبيقول له ايه الرياضة اللي هو بيلعبها؟ المفروض ان هو قول ان هو بيلعب football. يبقى هنا بنقول which sport does محمد صلاح بلاي، ايه الكره اللي محمد صلاح او الرياضه اللي محمد صلاح بيلعبها؟ هنقول ان هو بيلعب ايه؟ بيلعب فوتبول. يبقى نقول كابين هنا ايه؟ كابين فوتبول. هو does help people، مين اللي بيساعده؟ هنقول ان هي، طبعا انتوا عارفين ان هي ايه؟ هي gives money، بيدي اموال، بيدي الاموال دي مين؟ بيديها للبيلد سكولز اند هوسبيتالز. داز هي ايه نورمال الايف، هل هو عنده حياه نورمال طبيعيه؟ يبقى داز هي، يبقى داز هي هاف ا نورمال لايف، نو هي دازنت. واي؟ بيكوز هي از فيموس اند هاز ا لوت اوف فانز. كمل معايا كده، بيقول لي كومبليت ذا فولوينج سنتنس، كمل او كوركت ذا، تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي ار دي.
اول واحده بيقول لي camels are very strong they carry 200 kilos of bags. عايز اقول ان هما يقدروا يستطيعوا. فهي كان ولا can't shouldn't ولا mustn't؟ لا انا هقول ان camels are very strong they can يستطيعون ان هم يشيلوا فوق ال 200 ايه فوق ال 200 كيلو. محمد صلاح اذا جريت ايه، طبعا عارفين محمد صلاح ايه شغال ايه، فوتبولر لاعب كرة قدم، مش محتاج ما حد ايه يساعدك في الجملة دي. نمبر 3 معايا بيقول لي he can run very fast، هو بيجري ازاي، بيجري بسرعة جدا. and عايز اقول ايه lots of goals، يعني هو بيجري بسرعة جدا وبيحرز اهداف. فهل ان هي score lots of goals get lots of goals give lots of goals ولا take lots of goals؟ طبعا هيكون هو ايه score بيحرز، يبقى he can run very fast and score lots of goals. نمبر 4 معايا بيقول لي most young people want to have a its fashion. عايز اقول ان معظم الناس بيبقى عايزة عندها ايه عشان يبقوا fashions، هيبقى عندها نوز انف، ما كل الناس عندها انف، بيردز لحية او دقن ممكن تكون دي، اه ماوسز يعني فم او نيكس رقبات، لا يبقى المفروض ان هم يكون عندهم ايه بيردز اللي هي الايه اللحية والدقن. نمبر 5 معايا I got glasses but my sister has got glasses. عايز اقول ان انا مش عندي glasses ولكن اختي. فخلي بالك هو جايب has got وجايب هنا got، فاي تاخد ايه تاخد هاف، بس خلي بالك ان هنا بط واللي جاي بعد بط مثبت هيبقى اللي قبل بط ايه منفي. تاني كده هو هنا جايب has got يبقى بالتالي هنا برضو هتبقى يا اما has يا اما have got، فانا معايا اي فهاخد have got. طب ركز بقى انت عايزها منفيه ولا مثبته، انا عندي كلمه بط تيجي بين جملتين متناقضتين، فالجمله اللي جايه بعدها مثبته يبقى اكيد الجمله اللي جايه قبلها ايه منفيه، يبقى I haven't got glasses but my sister has got glasses. انا ما عنديش نظارات ولكن اختي هي اللي عندها النظاره. نمبر 6 معايا بيقول this man's photos is in all papers he is very aim. طيب انا عايز اقول ان الشخص ده صوره موجوده على كل الاوراق او كل حاجه، يبقى he is very، يبقى الشخص ده ايه unknown ولا famous free ولا ليس، طبعا هيكون ايه famous. نمبر 7 معايا has سلمى، هل سلمى جوت ابن، هل سلمى عندها الم، فقال نو هي ايه، طبعا خلي بالك وسائل بهاز، يبقى طالما هنا نو يبقى انا هجيب اللي بعدها هنا منفيه يبقى نو هي ايه هي هاز. هاو ايه از منى، قالت ان شي از 160 سنتي 160، فبالتالي هاو منى ايه هيكون، احنا بنسال هنا عن ايه بنسال عن الطول بتاعها، فهنقول هاو تول از منى، طول منى ايه بنقول شي از 160. طيب اللي بعدها بيقول لي مين بقى، فرانس و جرماني اند ايطالي ار كونتريز، هي دول فين بقى، طبعا الدول دي تاني اقراها فرانس جرماني اند ايطالي ار كونتريز ان يوروب ولا افريكا ولا ايشا ولا استراليا، طبعا الدول دي كلها فين، في يوروب في اوروبا. الكلمه اللي بعدها او الجمله اللي بعدها ايه از اوبوزيت اوف فاست، هي العكس من كلمه فاست، هل هي تبقى لو ولا slow ولا quick ولا lucky، lucky يعني محظوظ وكلمة quick يعني هادي او هكذا او quick صحيح، كلمة slow معناها بطيء وكلمة low معناها منخفض وquick هنا سريع. طيب read and correct the underlined words، بيقول لي he is able to ايه، خلي بالك ان طالما عندك able to يبقى لازم يجي بعدها ايه مصدر الفعل، فبالتالي هقول ايه هقول he is able to run وليس running. الجملة اللي بعدها نمبر 2 بيقول لي do you play in drums، فانا قلت له yes I can، يبقى انا المفروض كنت سألت بايه، ما سألتش بدو ولكن كنت سألت بايه سألت بكان، فقلت can you play the drums، هل انت بتعرف تستطيع انك تلعب على drums طبور، يبقى yes I can، yes I can. نمبر 3 معايا بيقول لي رودينا ومحمد، طب انت ايه الاثنين، ايه رودينا وايه محمد، ينفع تجيب هاز، لا امال هجيب ايه هجيب هاف، هجيب هاف. طيب هاف شي جوت تشيبس فور دينر، خلي بالك انت عندك شي فينفع تجيب مع شي هاف، لا امال هجيب معاها ايه، اكيد يعني هجيب معاها هاز. بعد كده البراجراف اللي جاي معايا بيتكلمني عن يور فافورت سبورتس ستار، اللاعب الرياضه المفضل بالنسبه لك، ناس تتكلم عن محمد صلاح، ناس تتكلم عن ابو تريكه، ناس تتكلم عن غالي، اي حد اي بقى لاعب كره قدم انت بتحبه هتقدر تتكلم عنه، محمد صلاح، الخطيبة، وتريكا، احمد فتح، اي لاعب كرة انت بتحبه هتبدأ تتكلم عنه، وانت بتحبه عايز تبقى زيه، بفضل مش عارف ايه، واحرز اهداف كتير وهكذا.
انا كده اكون خلصت ايه، خلصت الحل على الاول درسين. باذن الله الحلقه الجايه هتكون على الثالث والرابع. اهم حاجه انك عايزاك تذاكر معايا باستمرار، وانك ما يعني ما تضيعش وقت عشان نقدر نلحق شويه في المناهج. احنا كده يعتبر بننهي في الجزء الاول من المنهج او نص المنهج الاولاني، لسه لنا نص باذن الله هنخلصه خلال اسبوعين باذن الله، مش هنتاخر ولا حاجه، وهنراجع ويبقى ايه وهنعمل كل اللي نفسنا فيه. بس اهم حاجه ان انت تشير القناه لكل اصحابك ودفعتك، لو اول مره تشوفني اشترك في القناه. واتمنى لكم عام موفق باذن الله. كانت معكم مسند ربيع على قناه شويه انجليزي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.